راه تقهرنا ما بقينا كتيقول حتى فشي واحد، راه براسنا كنا في نقا ما بقيتش في نقا ما بقيتش كنثق فشي واحد، حيت كلشي كتقلب على المصالح ديالك. الله يرحم والدين هاد الناس اللي دازو في الاول، انا كنشكرهم، انا ماشي غنقول لكم ضدهم ولا كنشكرهم، داروا واحد الواجب، واش وصلوا ولا ما وصلوش على الاقل، على الاقل داروا. الا قدرنا نستافدوا من الاخطاء ونزيدوا للقدام مرحبا، قال ناقشوا حنا واحد الشخص ولا واحد المجموعه ولا واحد الحسابات، داكشي ما غاديش يوصلنا شي حاجه. انتوما وصلهم هاد الصراع اللي وصلت لا ديال الحسن الثاني ولا ديال ابن خلدون ولا كلهم وصلهم الصراع. هاد الصراع ديال المصيف ديما كيديروا هاد الصراعات. علاش يا خويا هاد السيد متشبت بهاد الكرسي هذا؟ لماذا؟ إذا كنت أنا رجل شريف، السلام عليكم، كيما داير عبد العالي حمزاوي صديق ديالي، كنعرف عليه الشادة والفادة، النهار اللي قالوا لي ما قالوا لي قلت أنا عمل تطوعي بسم الله بغاو كذا هاك، أخويا قول لي هاد، علاش أنا جيت؟ لأن قصانة قصانة هو السيدة المديرة، أنا كنقول المديرة، لأن المديرة ديال إيبيليا، عندي ولدي في إيبيليا وعندي ولدي أنا في مدرسة الإقامة. علاش هذيك هي اللي صيفطت لينا كتتصرف باش تصيفط لينا وهذي كتواقع؟ انا كنقول تواقعت معاه. عرفوا العمل الجمعوي ما كايناش شي حاجه بدون منخرطين، اما باش تكون انت مكسل تا الجبل عام وتقول فينا الانخراط راه ما كايناش، خصني انا نقلب على الانخراط ديالي يسدوا ولا ما يسدوش، هذه واحده. هذا راه الخطا ديالنا حنا كأمل نقلب على الانخراط كيما كانت الجمعيه، انا بغيت نخرط فيها وولدي كاين. دابا انا المدرسة العمومية اش فيهم؟ في الأول كتعطيني الخيرات ديالك، دابا كتعرف واش كاين مكتوب ولا ما كاينش. مع الضغط ومع مع التدخلات راه أنا غتعطيك الوصلة، لكن أنا عزمنا ناخذوها غناخذوها. أنا كيبان ليا كيبان ليا بالنسبة ليا أنا اليوم جاي الجمع عام قانون برا الرئيس، رئيس دار الإخبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مراسلات فردية للإخوان. بالنسبة ليا أنا ما فرانسيش واش ما ندخلش معاه، واش درتي الترخيص ولا بلغتي السلطه، ما ندخلش معاه في داكشي. انا كاب صرت اخبار كاين جمع عام جيت لي. بالنسبه لي هذا الجمع العام الثاني، بالنسبه لي الجمع عام الثاني كيدار بمنحاره مساحه برا. وانا كنت كنشغل كاتب عام ديال هذاك المكتب، واستقلت على اثر اولى الممارسات اللي كانت في هذا الصدد. السيد بدا كيبشر بيانات اولا بعدا كانت واحد السرعه في شي حويجات، درنا واحد المجموعه ديال الواتساب صارت تقريريه، لا الشريف هذا راه كنا تواصل انت غتقرر بها، قال كلاسي شفتها في الواتساب صيفطها في الواتساب، قال لك بي ما عنديش واتساب، ما عنديش انا الشيء، قال لك لا سيدي اللي درناه في الواتساب راه هي. غالبا الاخوان تيقولوا من الناحيه القانونيه راه قال بردود فعلا كاينه واحد اللائحه اللي مشات باش عند القايده، يعني هذه اللي كتعتبر بانه هذاك ذاك المكتب السابق بانه ما بقاش عنده رسميه ما بقاش عنده صفه قانونيه. غنجيو للتقرير الادبي والمالي، الا ما تقراوش ما يمكنش هذا السيد ما بغاش يدير جمع عام، نتسناو تيديروا جمع عام ما يمكنش من تاسيس الجمعيه، يعني انت هو تتحسب بحال انه واخا لا، ولكن كاين هذا الجمع هذا الجمع تيحدد انه هذا الجمع هذا راه تيجاتني تيحدد تيلغي الطريقه ديال المكتب من الناحيه القانونيه. انا بالنسبه ليا نشكلوا المكتب وغنتصارعوا مع السلطه باش ناخذوا الوصل لمصلحه ابنائنا ماشي شي حاجه اخرى، لانه ضروري جمعيه الامانه خاصها تخرج للوجود، خاص يتجدد المكتب وخاصنا خاص جمعيه الامانه تاخذ المهام ديالها باش تخدم لمصلحه ابنائنا. وشكرا. على قانونية جمع عام تجديدي ديال جمعية هذا خلال المراحل ديالها. اقترح الاعلان على تاريخ جمع العام تحديد لا تحديدا حدو حنا دابا دابا لا 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 لا
وافقين انا صاحبي.